يستمر مستوصف سيدة السلام الخيري المنفذ من جمعية عموم الأرمن وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة في مدينة القامشلي بتقديم الخدمات الطبية والصحية بشكل مجاني. نقدم الخدمات بالمستوصف اللي هي خدمات الصحة الإنجابية وخدمات الدعم النفسي. خدمات الصحة الإنجابية عندنا مراقبة الحوامل قبل فترة الحمل وخلال فترة الحمل وما بعد فترة الحمل، بالإضافة إلى تنظيم الأسرة. المستفيدات هن 7300 مستفيدة، عدد الحوامل 3000 حامل، تنظيم الأسرة 630، تحاليل 1200 تحليل. عم نشتغل بالمخبر تحاليل مجانية، تحاليل تقريبا عامة مثل التعداد العام، زمن النسف وتخثر، الزمرة الدموية، سرعة التسفل، حديد العامل السترالي، تحاليل كيمياء مثل السكر، الكرياتين، وظائف الكبد، شحوم كوليسترول، حمض البول، فيدال ورايت. عم نقدم أدوية مجانية، تحاليل مجانية، ومراقبة دورية للحمل بشكل شهري تقريبا. الخدمات المستوصفة عندنا في عندنا تنظيم أسرة. بشكل عام نحن إذا بدنا نقسم بالمستوصف الخدمات اللي عندنا، في عندنا العيادة النسائية. طبعا العيادة النسائية هي عبارة عن إنه سواء فحص بشكل عام، تحاليل، في عندنا قسم التحاليل كمان، في عندنا قسم الدعم النفسي. يقدم المستوصف خدمات توعية من خلال جلسات جماعية وفردية للنساء، وأيضا تقديم خدمات للإرشاد النفسي للنساء المعنفات والتي لديها مشاكل أسرية أو صحية أو حتى جسدية عن طريق مرشدة نفسية متخصصة في العيادة الثابتة.